لا تمكن لا. بأن الإعلام كاين تقصير. المواقف يقول لك سقسي كاع الولايات اللي رحت لها، أنا روحنا الولايات، ليست مشكلتي أنكم لا تتابعون. ثانيا هنالك عزوف سياسي، مثل ما تحاسب الأحزاب السياسية يجب أن نحاسب المواطن الذي، وإن كان هذه المواطن راح يلومك عليها، أن المواطن لا يأتينا إلا لمصلحة معينة عندما تكون الانتخابات. تفضل. شوف كاين حاجة مليحة باش نهضروا بلغة الصراحة. أيوة. عندما تتحدث مثلا على قضية الوجود، احنا نشوف في الأحزاب تتواجد فقط عند الانتخابات، وإذا كانت انتخابات محلية مجلس ولائي أو مجلس بلدي، هذه من جهة. من جهة أخرى تواجد ربما مناسباتي، تتواجد فقط في المناسبات وما عندهاش أغلبيتها، ما عندهاش رأي، أغلبيتها ما عندهاش قاعدة، أغلبيتها تحولت إلى أحزاب مساندة وأحزاب تصفق برك بحمد السلطة. اليوم رانا نشوفه مثلا في الرئيس تبون رايح يترشح، غدوة نشوفه الآلة نتاع البندير هذه وكل الأحزاب تتوجه. علاش الأحزاب هذه؟ لأنها ما عندهاش قاعدة وخايفة. الأحزاب تنادي بالديمقراطية التشاركية، تنادي بالتغيير في الكرسي. قال يا أخويا الرئيس تبون مثلا ما عجبناش نحوسوا على واحد أخر، بصح تلقى رئيس حزب عنده 25 عام أو 30 سنة متواجد وما عندوش قاعدة، تلقى رئيس حزب في الحزب بتاعه مثلا ما يترشحش لأنه ما جابش الأصوات ويروح يترشح في حزب واحد أخر. تلقى رئيس حزب ذركا راهي كاينة حاجة اسمها المواطن الصحفي، عندك في فيسبوك تقدر تنشط حتى أكثر من قناة الشروق مع الأستاذ عمار. ولكن الكارثة الكبيرة قضية المصداقية، أحزاب ما عندهاش مصداقية. هذا هو المشكل الأساسي، هذا هو المشكل الأساسي. الأحزاب ما عندهاش مصداقية، الأحزاب مبنية على الولاءات، مبنية على الشيتة، مبنية على بيع الأصوات، مبنية على كوارث كبيرة، ورانا شفناها ورانا متابعين الشأن السياسي وشفنا حتى في قضية تنقاس تاع الأحزاب. اليوم هذا المنتخب راه في الحزب الفلاني، قد وراه في الحزب الآخر، بعد قد وراه مع الآخر، حتى التصريحات. أنت كي تقول مثلا غلق مجال إعلامي، البارح مثلا رئيس حزب ممكن يطرح يقول له سيد الرئيس افتح لنا القنوات، هذا مش مشكل الرئيس ومش مشكل حتى وزير الإعلام، هذا مشكل الحزب. لو كان عندك قاعدة وعندك برنامج وعندك تصور وتتفاعل مع قضايا المواطنين يوميا وتتفاعل مع القضايا الداخلية، ستصل إليهم بأي شكل من الخارجية. بالعكس، أن هذا الإعلام هو اللي يجيك وهو اللي يعود يدور عليك. أما أنت قاعد في داركم، الحزب دايره في داركم، الكاشي دايرها في داركم، أحزاب المحفظة، أحزاب المحفظة وتتواجد عند فقط تتواجد فقط عند أي استحقاق مثلا رئاسي أو انتخابي. خليني أكملك الفكرة، هذه رها كارثة كبيرة. احنا رانا نشوفوا المصداقية ما كانش أكثر مشكلة، هذه الكارثة، هذه الكارثة، المصداقية، هذه الكارثة، الولاءات والبدير، هذه قضية الدولة والبدير. يعني ثم كاين الكثير من الأحزاب لا تختلف عن الفرق الفلكورية، يجيبوا القياط ويجيبوا البندار، معليش هذه نفس يبدلوا برك النغمه، يبدلوا برك النغمه. معليش